بدأت القصة عندما تلقى عادل إمام مكالمة هاتفية من زوجته أثناء تصويره لأحد الأفلام. رد عادل إمام على زوجته فأخبرته بأن رئاسة الجمهورية اتصلت به على هاتف المنزل ويريدونه في أمر عاجل، وكان السادات هو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. أدرك عادل إمام أن الأمر لن يمر على خير، وذلك لأنه قال بعض الكلام الذي لا يرضي السلطة في مسرحيته قصة الحي الغربي. بدأ عادل إمام في تقديم تلك المسرحية مع سعيد صالح في عام 1975، وكانا متأثرين بموجة الحرية التي منحتها السلطة، إذ أشيع وقتها أن من حق الفنانين أن يقولوا ما يريدون دون رقابة مشددة كالتي كانت في الستينات، وقد صدق عادل إمام ذلك، وانطلق هو وسعيد صالح في تلك المسرحية وقالا ما لا تحمد عقباه. عاد عادل إمام إلى البيت وانتظر مكالمة أخرى، وسرعان ما جاءته مكالمة ثانية من رئاسة الجمهورية، حيث تحدث معه مسؤول مهم وأخبره أنه سيأتي إلى بيته بعد أقل من ساعة. حاول عادل أن يستفسر عما يريده منه ذلك المسؤول، لكنه رفض الإفصاح له عما يريده، وبمجرد أن وضع السماعة قال عادل إمام بطريقته المعتادة: أوه دحلوت أوي. بحسب كلام عادل إمام فإنه طلب من زوجته أن تجهز له حقيبة ملابسه لكي يكون جاهزا لكل الاحتمالات الممكنة، وظل ينظر من النافذة على قلق كأن الريح تحته مثل ما يقول المتنبي. وبعد أن أرهقه الانتظار رأى سيارة سوداء تقف أمام العمارة، ثم نزل من السيارة أربعة رجال يرتدون جميعا ملابس بيضاء، حتى أن السائق كان يرتدي ملابس بيضاء هو أيضا، فظن عادل أنهم مبعوثين من مستشفى الأمراض العقلية لأخذه. وبعد دقائق رن جرس الشقة، فطلب من زوجته أن تذهب لتفتح الباب، فطلبت منه أن يذهب هو، ومرت لحظات من التوتر والقلق بينهما، ثم ذهب عادل إمام أخيرا ليفتح الباب بنفسه. بمجرد أن فتح الباب ابتسم في وجهه أحد الرجال الأربعة، ثم قال له: الرئيس السادات يه. وهنا قاطع عادل إمام ذلك الرجل وراح يدعي للرئيس السادات بأن يطيل الله في عمره ويعطيه الصحة والعافية، ونحن جميعا نعرف أسلوب عادل إمام في تلك المواقف. لكن الرجل أكمل كلامه قائلا: الرئيس السادات يهديك هذا الكلب. ثم قدم إليه كلبا صغيرا من نوع بلاك جاك، فتلقى عادل إمام الكلب منه وهو لا يصدق ما يحدث. بحسب كلام عادل إمام فإن وجود الكلب في الشقة سبب له مشكلة كبيرة، فهو وقتها لم يكن لديه منزل بحديقة، وفي نفس الوقت لا يريد أن يفرط في الكلب فتكون بمثابة إهانة للرئيس، وذلك كان عليه هو وزوجته أن يحترم الكلب كثيرا. لكن المشكلة حدثت عندما اضطر عادل إمام إلى السفر إلى أحد البلدان العربية لعرض إحدى مسرحياته، وقرر أن يأخذ زوجته معه. فماذا سيفعل بالكلب؟ قرر أن يعطي الكلب مؤقتا إلى والده ليرعاه حتى يعود من السفر، لكن والده لديه فوبيا من الكلاب، بالإضافة إلى أنه رجل حريص على تأدية الصلوات الخمس ولا يستطيع الاحتفاظ بالكلب في الشقة. أخبر عادل والده أن الكلب هدية من الرئيس السادات، وهنا تغير موقف الوالد ورحب بالكلب وقرر أن يحتفظ به في بلكون الشقة. بعد أن عاد عادل إمام من السفر ذهب إلى والده ليأخذ الكلب، فوجد أن والده أصبح شاحب الوجه وظل يرجوه بأن يأخذ الكلب معه، خاصة أن الكلب ينمو بسرعة كبيرة والوالد لديه فوبيا كما ذكرنا، بالإضافة إلى أنه يضطر للوضوء كلما لمسه الكلب أثناء إعطائه الطعام. أخذ عادل إمام الكلب من والده ونصحه أحد أصدقائه بأن يحضر مدربا للكلب باعتباره أنه كلب بوليسي،
ويجب تدريبه بشكل احترافي، وهذا كان يكلف الكثير من المال، بالإضافة إلى أن زوجة عادل وأصدقائه لم يرتاحوا لوجود الكلب بينهم، فربما يكون مدرباً على فعل أشياء أو به أجهزة تنصت أو أي شيء من هذا القبيل. وذات يوم عض الكلب أحد أبناء الجيران، وكان ذلك الجار طبيباً كبيراً، فذهب إلى القسم وصنع محضراً. ذهب عادل إمام إلى القسم وقال للمسؤولين: إن الكلب هدية من الرئيس أنور السادات، فاكتفوا بصنع غرامة له بقيمة 10 جنيهات فقط. وبحسب كلام عادل إمام، فإنه عندما عاد إلى المنزل أخبرته زوجته بأن الكلب تم سرقته، ففرح وشكر الله على ذلك، وقد روى هذه القصة في أحد اللقاءات التلفزيونية معه. فكيف ستتصرف أنت لو كنت في موقف كهذا وتفاجأت بأن رئيس بلدك يهديك كلباً؟